تسعى الدولة جاهدة لتطوير منظومة الري، وذلك من خلال تنفيذ المشروعات القومية التي من شأنها الحفاظ على الثروة المائية. أهم المشروعات التي تنفذها مديرية الري بسوهاج في عام 2023 في تقرير خالد زيدان. عن أهم مشروعات الري بسوهاج لعام 23، أوضح مهندس محمد طايع أن مديرية الري بسوهاج قامت بتنفيذ عدة مشروعات حيوية، كان أهمها تطهير 700 ترعة في إطار وداخل محافظة سوهاج وإزالة التعديات والمخالفات، وكذلك تغطية بعض الترع لتوسعة الطرق والمداخل بالمدن والمراكز. الحمد لله، الإدارة العامة لري سوهاج بتقوم بالإشراف على أعمال التطهيرات الخاصة بجميع الترع والأعمال الصيانة الخاصة بها، وكذلك مقرات السيول. نجحت الإدارة في تطهير 700 ترعة بإجمالي أطوال في حدود 2300، ضمان الوصول المياه وحسن توزيعها على جميع المزارعين. والحمد لله، يمكن الموسم الصيفي الماضي كان موسم الحمد لله ناجح، ما فيهوش مشاكل وكانت صعوبات فيها يمكن منعدمة، ده ظهر أكيد في تحسن حالة وكفاءة الري في المحافظة، وضمان وصول المياه الشرب لجميع المواطنين عن طريق الشركة الخاصة بمياه الشرب. نحن بنوصلهم مناسيب المياه أمام المآخذ الخاصة بهم، ده الهدف العمل الرئيسي للمديرية. برضو نجحنا في إزالة المخلفات والتعديات الموجودة على الترع، كذلك بتساهم الإدارة وبتشارك مع المحافظة في تنفيذ الخطة الاستثمارية الخاصة بها. عندنا حوالي 6-7 مشاريع ساهمنا معهم، مثل طاقة الترع الجلفاو بمنطقة سيتي لرفع كفائتها ونقل جميع المواقف إلى المكان اللي تم تخطيطه للاستفادة في توسعة المحاور المرورية، وكذلك في مدخل مدينة المنشأة عن طريق عمل تضييق قطاع ترعة العنبرية بعمل حوائط رأسية. ونفس الأمر حصل معنا في مدينة البلينة عن طريق عمل تغطية لترعة أم الطبول، وحاليا بنقوم بتغطية ترعة إخبيم الغربية خلف المدينة الجامعية بمركز ومدينة سوهاج لتوسعة المحور المروري في نفس المكان. عندنا برضو المشروع القومي لتأهيل الترعة، الحمد لله يمكن نجحت الإدارة في الانتهاء من حوالي 97 ترعة بطول 170 كيلو لمركز إخميم وساغولتا كاملة تم الانتهاء منه بنسبة تتجاوز 88%، وكذلك معنا 4 إدارات بتساهم في المشروع القومي، الحمد لله يمكن احنا نجحنا في الانتهاء بنسبة 95-97% منها. كلمة فندم بتقولها للمزارعين الذين يواجهون بعض المشكلات، يعني في تواصل مع أي مزارع يواجه أي مشكلة بالنسبة للري؟ والله احنا حاليا يمكن الوزارة انتهت ومحافظة انتهت من عمل تشكيل الروابط مستخدمي المياه على مستوى المراكز، وكمان عملنا تشكيل الرابطة على مستوى المحافظة، وبنعتبر الروابط هي شريك ومساهم معنا بتنقل لنا المشاكل أو الصعوبات لدى المزارعين. برضو عندنا 12 مهندس مركز وثلاث تفتيش، بيبقى في تواصل مستمر مع جميع المنتفعين مباشرة، سواء عن طريق هندسة المركز أو التفتيش أو عن طريق الإدارة والإدارة المركزية. ده مش وكذلك معنا برضو الزملاء في مديرية الزراعة في تعاون وثيق، لو في مشكلة عندهم بيتم حلها على الفور وفي وقت سريع عشان نضمن وصول المياه للمزارع في الوقت المناسب طبقا لاحتياجاته المائية للمحاصيل الزراعية، وده بيعود علينا كلنا كاقتصاد للدولة. أعزائي المشاهدين، من مديرية الري بسوهاج كان معكم خالد زيدان لقناة طيبة.